With his name. So whenever I want to ask somebody about his ismak A, I should say, what's your name or what's your name? What's your name? So names are for just people, for humans, okay? Anything else should be noun. The mic that I hold in my hand is called noun. It's noun. It has a name, like a microphone, yes? That's true, really. This is the board, and this is the desk, and this is the floor, and this is the ceiling, and this is the wall. But all such these things are considered to be nouns, all right? Synonym اللي دي ولا antonym؟ Synonym. احنا synonym يعني هكلمة شبه كده في المعنى. مرادف فيه. طيب. وانا عندي كم kinds of verbs؟ كم نوع؟ الحقيقة عندي كده. كم نوع؟ 4. 1, 2, 3, 4. أول نوع من أنواع الأفعال اسمه regular. Regular verb. يعني إيه regular؟ منتظم. وعندي irregular. ماشي؟ منتظم وغير إيه منتظم؟ يبقى ريجولر يعني منتظم والايه وهنفيها بغير منتظم لان بعض المدرسين الله يسامحهم كانوا بيقولوا الافعال الشاذه يعني انا مش ايه الشاذه دي يعني هي ريجولر يعني منتظم زي دايركت وايه وبوسيبل يلا مع بعض كده وكونكتد طيب ليجل ايه الليجل منتظمين ال اي ال يعني لو قلت ليجل قانوني ال اي جي اي ال هحط قبلها اي ال تبقى ليجل وايه الليجل ريجولر وايه وايه الريجولر منتظم وغير منتظم بلاش شاذ دي طب كلمه شاذ يعني ايه كلمه في المعنى في معنى ها اوت اوت اوكي وجي بس احنا بنتكلم على اوت بصفه عامه اي شيء شاذ اوت او سترينج ايه دي سينر ها او كوير يلا خدوا بقى ده فوكابلر يا جماعه كوير او ويرد كل ده معناه غريب شاذ غريب الاطوار غريب التصرفات غريب الشكل غريب الشيب غريب في اي حاجه تاني السبيلنج بتاع الاوت او دبل دي ولاحظوا ان انا عندي ستريس على ايه الليتر هنا ايه؟ عشان في ناس بتبقاها لي اودت تنفع تبقى اودت اسمها اود انا بعمل بمط شويه دي لانها ستريسد مش كده اود او سترينج سترينج السبيلنج بتاعها اس تي ار اي ان جي اي سترينج او كوير كيو يو وانا قلت المره اللي فاتت او قبل كده ان دايما الكيو يجي وراها الليتر يو ها زي كوين زي كواليتي زي كوانتيتي كيو يو دبل اي ار كوير معناها برضو غريب ايه فواكه زين فيجي تا بولز اللي هي ايه خضروات زين فلاورز اللي هي ايه زهور كل الحاجات دي تعتبر ايه من النباتات تقسيمه ايدنتيفيكيشن اوف ايه انا بتكلم دلوقتي مش على الانيمالز بقى بتكلم على ايه البلانتس فروتس لايك ايه ابل دايما نقول تفاح اسمها ايه ابل والمشمش ابريكوت ابيكوت وكما زي البيتش بيتش اللي هو ايه يا جماعه؟ خوخ والبي ايه؟ بي ايه؟ بنانا بي ايه؟ برافو وعندي حاجه اسمها بير زي الدب كده بس بدل البي هتبقى